السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أعزائي المتابعين؟ رجعت لكم بفيديو جديد. روتين يومي لأي أم لما يكون أولادها في المدارس، بتكون تفكر إيش تعمل لهم غدا، إيش تعمل لهم إشي هيك تحلاي علشان يعوضوا الطاقة اللي فقدوها في المدرسة. شايفين معاي هاي مقتطفات لل إن شاء الله للفيديو اللي راح نعرضه عليكم اليوم. رايحين نعمل إن شاء الله عرايس لحمة، ورايحة باللحمة طبعا جاهزة، مجهزة معمولة جاهز. رايحين نعمل كيكة، ورايحة أعمل معكم بطاطا بحط عليها بهارات بشكل خاص. إن شاء الله يا رب تنال إعجابكم. طيب خلينا نبلش بالكعكة. الكعكة مقاديرها سهلة جدا. هلا أنا راح أكتبها إن شاء الله، راح أكتبها بالوصف المكونات. هون في عنا رايحة أجهز، أول إشي راح أعمله إني رايحة أجهز طحين، راح أحط كوبايتين طحين بالإضافة إلى نص كوب من الكاكاو الخام، ورايحة أضيف عليهم رشة ملح، ورايحة أضيف عليهم كمان ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. أنا هون ما ضفت هالملعقة، لا رجعت ضفتها بعدين لما دخلت بعد ما إني نخلت الطحين. هلا بعد ما جهزنا الطحين وخلطناه كتير منيح علشان هلا كمان شوي راح أرجع أنخله، بس قبل هيك رايحة أجهز الخليط السائل اللي هو مكون من كوب من الزيت، زيت الذرة بالإضافة إلى كوبين من السكر، وكوب من الحليب بالإضافة إلى تقريبا يعني كوباية شاي، إلا يعني بكون منقص منها مثلا ملعقتين كبار من الكاكاو الخام. هون طبعا كوباية حليب ملاحظين معاي، بالإضافة حكينا إلى كوباية كاكاو، كوباية شاي اللي بنشرب فيها الشاي، كوباية يعني بنقص منها مثلا ملعقة كبيرة خلينا نحكي، لأنه أزكى الكاكاو يكون واضح طعمه في هاي الكيكة، بدها كاكاو تحتاج. طيب هلا رايحين، طب ليش احنا بلشنا في هاي المكونات؟ بلشنا في هاي الأشياء من غير ما نحمى، هنا لسه ما أضفنا البيض على أساس إنه أنا بدي أريح حالي، أنا ست بيت وعندي أولادي بدهم يروحوا المدرسة، بدي أعمل أشياء سهلة وسريعة ما بدي أتغلب. هلا أنا جهزت هذا أول إشي، خلطت هاي المكونات علشان أطلع منهم كوباية وأحطها على جنب علشان تكون جاهزة تنضاف على الكيكة بس تطلع من الفرن. هون صارت عنا اللي هي يعني اللي هي اسمها الكريمة، هاي كريمة أو الشوكولاتة، شايفين كيف ما أحلاها كيف صارت قوامها. هون أخذت منها بمقدار مج أو كوب عصير مثلا خلينا نحكي، أو مج اللي بنشرب فيه النسكافيه. شايفين هون رجعت ضفت البيكنج باودر على الطحين، حكيت لكم إنه أنا نسيت أحطه من الأول، رجعت ضفت بيكنج باودر. وهلا شو راح أعمل فيه؟ راح أرجع أنخله لما بدي، طبعا هذا الحكي لما بدي اجي احطه على الخليط. الخليط هون لسه احنا ما مش جاهز عندنا، احنا شلنا منه كوبايه بعد ما جهزناه. هسه شو راح نعمل؟ هسه راح نكمل اضافه المكونات. رايح اضيف بيضتين كبار بدرجه حراره المكان، يعني ما يكونوا في الثلاجه. راح اضيف عليهم الفانيليا، راح اضيف عليهم خل، دائما دائما حطوا خل على اي نوع من المعجنات، اي نوع من المعجنه ضيفوا عليه خل، مو بس الكيك بيعطي هشاشه للاشي، وبساعد حتى البيكنج باودر او الخميره على بيساعدهم في التفاعل، بيعطي لون حلو هيك للكيكه، وبتطلع احكي لكم هي بتشبه وبشبه المحسن تقريبا. طيب هون رح نرجع نخلط كمان مره بعد ما ضفت البيض. طب احنا ليش ما حطينا البيض من الاول وشلنا؟ لانه البيض بدور ما بصير انه ناكله ني، والخليط اللي طلناه بالاول راح ينضاف مثل ما هو، مش راح ينحط بالفرن، اللي راح ينحط ينصب على الكيكه في الاخير. طيب هون رايحين ننخل الطحين، مثل ما حكيت لكم احنا رايحين ننخل الطحين على قبل ما ان نضيفه على الخليط السائل مباشره، يعني مش رايحين ننخله قبل هيك عشان لسه تكون الهواء فيه وبتطلع الكيكه طريه، ولسه الاحلى واحلى انكم تنخلوه على الخليط مباشره، بس انا علشان اسهل على حالي، عشان بصراحه بدي اشوف الكميه، بدي مرات الطحين حسب انواعه، يعني في طحين بتحس انك بتحط كوبايتين بيطلع الكميه مناسبه، ومرات بتحس انك بتحط كوبايتين الا بتنقصي منه مثلا ملعقتين كبار، وبتحس انه فعلا كل نوعيه طحين بتختلف عن الثاني. هون راح اضلني اضيف لحد ما اشوف احنا يعني اوصل للمرحله اللي انا بدي اياها، او الكثافه اللي انا بدي اياها، بديش اياها تكون لا هي رخوه ولا بدي اياها برضه تكون جامده كتير تطلع ناشفه الكيكه.
طيب شايفين كيف تقريبا هون هون بنتي طبعا بدها تساعدني في عملية التذوق. طيب هون هون تقريبا خلص وصلت للمرحلة يعني انه مش محتاجة اني اضيف اكثر من هيك. لحظة معي، هذا هو القوام المناسب لهذه الكعكة، ما بتحتاج لا تكون لا انها ارخى من هيك ولا تكون اشد من هيك. طيب هون ضفنا تقريبا ملعقة صغيرة من الطحينية، الطحينية كتير حلوة للكيك، يعني ما بتحتاج اصلا نرش عليها طحين. بس انا ليش رجعت شوفوا كيف انا لما صرت احط في الطحين على خليط الكيك لاحظت انه ما اخذ كل كمية الطحين، تقريبا يعني نقصت منه من الكاستين مثلا الطحين او مع الكاكاو مع كله نقص منهم ملعقتين، شايفين كيف ملعقتين كبار تقريبا. طيب راح ارش من هدول اللي ضلوا على قدر في الطبق البايركس. ودائما دائما الكيكة الشوكولاتة خلي الطحين حطه معاه كاكاو، بتطلع لما تيجي تقلبوا الكيكة من ورا بتطلع لونها حلو، يعني كيكة شوكولاتة وتكونوا دهنين القالب في أبيض برضو مش حلوة. شايفين هون تقريبا يعني تقريبا الكيكة بعد ما حطيتها بالفرن شبه صارت مستوية، بس حسيتها لساتها طرية شوي. طيب هون بعد ما نطلعها من الفرن مباشرة بدي أعمل فيها فتحات مثل ما أنتوا شايفين بسكين رفيع أو بعود خشبي، الإشي المتوفر عندكم. طيب وبعد هيك مباشرة رايحة أضيف خليط الشوكولاتة اللي نقصناه من الأول مثل ما شفتوا معاي، رايح أضيفه على الدفعتين. المرة الأولى حاول إني أوزعه منيح علشان ما يروح كلياته على الأطراف وفي النص الكيكة ما يوصلها إشي. هلا بضيف الكمية كاملة، وهلا هاي الكعكة ما بصير تتاكل سخنة، المفروض إنها تبرد بالكامل، يعني راح أتركها هلا لمدة ساعة ساعتين ثلاث لحد ما تبرد تماما، بيصير طعمها أزكى، بتكون متشرب الصوص هذا مثل ما أنتم شايفين هون. بعد ما تركتها فترة منيحة رايحة أقطعها في سكينة الرفيعة مثل ما أنتم شايفين، لاحظوا معاي شو إنها طرية، راح تطلع معاي بالسكينة على قد ما هي طرية. وطيب كتير كتير يعني بنصحكم انكم تعملوها، سهلة ما بتاخدش معكم مواد كتير ولا بتاخد معكم جلي كتير، يعني كعكة سريعة لوحدة هيك ست بيت بدها تخلص شغلها بسرعة، بتعمل اشي حلو تفرح فيه ولادها. طريقة التقطيع ما إلها، ما في طريقة محددة معينة، أنا جعبالي أقطع بهذه الطريقة لأنه ولادي أنا صغار والكمية اللي بيأكلوها إنها كمية صغيرة، فأنا علشان هيك قطعتها قطع صغيرة وفيها مطاولة على أساس إنه تسهل عليهم عملية الأكل. ويعني خلاص كل واحد يأخذ كميته الكمية المناسبة اللي بيحتاجها وما يأخذ أكثر، أو منكبش يعني لأنه حرام منكب. لحظة معي ما شاء الله شو من جوا، من جوا الكيكة رائعة جدا طرية يعني ما شاء الله متشرب الصوص بالكامل، وما أحلاها، لا هي حلوة كتير ولا هي مثلا محتاجة شيء ثاني. Thank you.
شغل انا يعني مثلا وزن او اشي معين على اساس انهم ينرصوا منيح ينكبسوا ويطلع معي لونهم ذهبي وحلو ومن جوا يستوي منيح. هون راح احاول راح اضلني اقلب فيهم لحد ما ياخذوا لون حلو ويتحمروا من الجهتين ويستوى، اتاكد انه اللحمه من جوا استوت وصار وضعها تمام. لاحظوا معي كيف هيك مثل هيك خلص هيك بيكون بكفي ما بحتاج اكثر من هيك وهيك بتكون جاهزه. البطاطا اتحمرت ولازم اقلبها هلا، راح اقلبها واتركها كمان شوي لحد ما انها تستوي تاخذ كلياتها لون حلو وتكون ناضجه من جوا، كل حبه تكون ناضجه من جوا. وهون البطاطا صارت عندي جاهزه، رايحه اطلعها من المقلاه. شوفوا ما احلاه، لو اخذت لون حلو هيك ذهبي. ترى هي البطاطا انواع، يعني في نوعيات بتستوي وبتقرمش اللي هي بطاطا الشتاء، بتستوي بتكون مقرمشه يعني هي اللي بتستخدم في الشيبس اللي بنعمل فيها الشيبسي. بطاطا الايام هاي الموسم اللي احنا فيه هلا هيك بتكون، لازم تتحمر لازم تاخذ لون علشان تستوي من جوا، بتختلف عن بطاطا شتويه. او مثلا ممكن انها تكون البطاطا في كل منطقه طبيعتها بتختلف عن المنطقة الثانية، مثلا احنا عندنا في بلاد الشام بتختلف عن مثلا او حتى من فلسطين للأردن لمصر بتختلف، كل منطقة بتختلف فيها طبيعة البطاطا ولما تنقلى وكيف لونها بيطلع. وانا صارت عندي البطاطا جاهزة، هلا جينا للمكون اللي حكيت لكم عنه اللي رايح اضيفه واللي هو السيزون، عرفتوه هذا البهارات السيزون اكيد انتم بتعرفوها، هاي كتير حلوة وبتعطي طعم حلو وبتعطي لون احمر هيك هي بتنحط على لكل اشي، بتستخدم للدجاج بتستخدم للبطاطا، طعمها هيك بتشبه فيها نكهة المشاوي وفيها نكهات برضو كتير مختلفة زاكية. فهيك البطاطا صارت معاي جاهزة. اعزائي المتابعين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، بتمنى انها تكون نالت اعجابكم وما اكون ثقلت عليكم، بتمنى انكم لا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب وهيك تنصحوا نصيحة حلوة منكم او كلمة حلوة منكم في التعليقات بتسعدوني فيها، واي اشي انتم خاطركم حابين تحكوا لي اياه برضو انا بحب الانتقاد ما بزعل منه. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وإلى اللقاء في موعد جديد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.